كثيرا ما يصطدم المسافرون بوضعية مزرية لحافلات النقل عبر المسافات الطويلة تجعل الخوف يسكن قلوبهم طوال مسافة الرحلة، خاصة وأن أخبار الحوادث التي تتعرض لها هذه الحافلات أصبحت تتصدر الأخبار يوميا. اني برسكو 10 ans je fais les voyages un peu partout en Algérie surtout في السود وانا نخدم في السود يا encore il faut encore changer des bus parce que catastrophe تروح البرد يدخل الشمس لي فونات كي ماش با لي بروي لي زاكسيدون سي ا كوز aussi des routes ما نهدروش برك على الحافلات باسكو طرقان ثاني راهم كاو. العام اللي فات طرقت بينا البنو خرجت منها بطريقة بين غرجايه والغواط خرج منها الطريق كاع خطرت بينا البنو مزيان اللي خرجنا سلامات منها والو ما جابينا يكونوا كيما ان شاء الله والله ما جابينا كيما كانوا فيها زعما حتى الشيفور كون جوي ما يكونش يسرع لك السرعة القصوى هذيك بزاف. حوادث المرور هذه من الحافلات كيما نقولوا القدم لو كان كانوا ان شاء الله كيما هكا جدات تبارك الله والشوافره ما شاء الله يكون كل شيء مريق ان شاء الله تمام. المحطات البرية لنقل المسافرين خروبة بالعاصمة أكبر تجمع لحافلات نقل المسافرين عبر الولايات، شاهدنا فيها حافلات جديدة ومزودة بأحدث التقنيات يحاول أصحابها إزاحة نظيرتها المهترئة من الحظيرة ما جعل المسافرون يشعرون براحة أكبر. زادوا فيهم صوالح نيفو سيكوريتي منها الإضاءة، إضاءة يعني ولات الإضاءة احنا الليلة مليحة داروا لها الكزينو كيما نقولوا. عندك من ناحيه تاع المحرك منا كلش سينيالي سينيالي عندي هنا في الطابلو افيشور هاوليك افيك ان ايكرون لازم لنا ليكرون هذايا. ومن ناحيه تاع الموتور الهيجر غني عن التعريف هو اللي راه صالح يعني في المدينه تاعنا في الجزائر هو اللي راه صالح في الطريق تاع الصحراء تاعنا هو اللي راه يريزيستي الطريق يعني ماشي قال نكتبوا ولا بارابول ماتريال واحد اخر. تدعيم قطاع النقل ما بين الولايات وتطبيق العمل بنظام المناوبة بات أمراً ضرورياً لكبح المنح التصاعدي الذي تسجله حوادث المرور.